أول أبواب السور الغربية للمسجد الأقصى من الناحية الشمالية، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى حارة الغوانمة الواصل إليها، وله عدة أسماء أخرى منها باب درج الغوانمة. نرحب بكم مشاهدينا من القدس. بشار، بدنا نحكي عن أهم المعالم التاريخية المحيطة بباب الغوانمة. باب الغوانمة هو واحد من أبواب المسجد الأقصى الصغيرة فعلياً، الموجود في الشمال الغربي للمسجد الأقصى المبارك. هذا الباب هو واحد من الأبواب أيضاً المهمة اللي بناؤه جاء في فترة الوليد بن عبد الملك، وهي يعني من الفترات الأولى لبناء المسجد الأقصى المبارك. فمن خلال هذا البناء اللي بناه الوليد بن عبد الملك، هو قدر بأنه يحدد كمان حدود المسجد الأقصى المبارك. ومع بناء الوليد بن عبد الملك فسمي في البداية باب الوليد بن عبد الملك، ومن ثم الوليد بن عبد الملك نفسه سماه الخليل نسبة إلى خليل الرحمن سيدنا إبراهيم، فسمي أيضا بباب الخليل. وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي وجاء معه أفواج مسلمين من كل العالم العربي، جاء مع آل غانم وهم عائلة مغربية من شفشاون، جاءوا وسكنوا في حول هذا الباب، ومن ثم سمي باب الغوانمة. من هون طبعا إجا اسم باب الغوانمة لهذا الباب. هذا الباب طبعا هو زي ما حكينا الموجود في الشمال الغربي، بيحيط فيه العديد من المعالم الإسلامية والتعليمية في داخل مدينة القدس. ومن أهم هذه المعالم الزاوية النقشبندية، والزاوية النقشبندية الأوزبكية هي زاوية من الزوايا الصوفية اللي كانت موجودة عندنا وما زالت موجودة عندنا في داخل مدينة القدس، اللي طبعا أصولها هي من عائلة البخاري اللي اجوا من أوزبكستان سكنوا في داخل مدينة القدس واتبعوا الطريقة الصوفية النقشبندية في عملية التصوف. مقابل بالضبط هذه الزاوية هي واحدة من أهم المدارس المملوكية اللي كانت موجودة عندنا في داخل مدينة القدس وما زالت تعلم في داخل مدينة القدس، وهي المدرسة العمرية، اللي هي بالأساس ثلاث مدارس مملوكية بنوا في الفترة المملوكية. وأضيف أيضا لباب الغوانمة مئذنة اسمها مئذنة باب الغوانمة، وهي تعد من أجمل المآذن الموجودة في المسجد الأقصى المبارك. مئذنة باب الغوانمة اللي عبارة عن قاعدة مربعة مزخرفة بشكل كامل بالمقرنصات، مزخرفة بالعديد من الفنون المعمارية اللي نوجدت على المئذنة نفسها. هذا بيدلل على قديش كان اهتمام المماليك في عملية بناء التعليم والعلم، خاصة الفقه والشرعي في داخل مدينة القدس، بالإضافة إلى بناء المآذن للمسجد الأقصى المبارك. فثلاث مآذن موجودين في المسجد الأقصى المبارك انبنوا في الفترة الأموية، وتخصيصها اللي تكون بجانب باب الغوانمة هو دلالة على كمان أهمية الموقع الاستراتيجي اللي ماخده هذا الباب بشكل رئيسي. لندخل على هذا الباب، هو إحنا بندخل من حوش صغير، بننزل درج زي ما احنا واضح المدخل اللي قدامنا، بننزل بدرج حتى نوصل للبوابة الصغيرة نسبيا، وبندخل منها إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. عدة أحداث حصلت في هذا الباب اللي للأسف كانت مؤسفة. في 1982 المستوطن جولدمان بيدخل من هذا الباب وبيطلق النار في ساحة قبة الصخرة المشرفة اللي أدى إلى استشهاد فلسطينيين وجرح 60 فلسطيني. في عام 1988 مجموعة من المستوطنين بيقوموا بحرق هذا الباب بشكل كامل، ومن ثم الأوقاف الإسلامية أعادت ترميمه بشكل كامل. أيضا في عام 1995 تأثر هذا الباب بشكل كبير جدا في الحفريات الإسرائيلية اللي صارت حول المسجد الأقصى المبارك، فأدى إلى تهدمات جزئية في الطريق المؤدية إلى هذا الباب اللي فعليا هو واحد من الأبواب المهمة جدا للمسجد الأقصى المبارك، ويعد واحد من الزوايا المهمة أيضا كترسيم للحدود للمسجد الأقصى. هذا الباب موقعه هو موقع استراتيجي أيضا للسياحة في داخل مدينة القدس. فموقع الباب الموجود في الشمال الغربي لمدينة القدس يقع أيضا على شارع مهم جدا اسمه شارع الآلام. فمن الجميل جدا لما بده ينزل المصلي أو السائح إلى داخل مدينة القدس وبيشوف كيف المسيحيين في أعيادهم وحتى في الأيام العادية اللي بيمرقوا حاملين الصليب في طريق درب الآلام، مع صوت الأذان اللي بيكون أيضا في نفس البوابة مشارك أنه بدهم
بيمروا ويتقاطعوا من نفس الطريق المصلين باتجاه المسجد الأقصى المبارك. وهذه هي الشراكة الفعلية اللي موجودة عندنا في داخل مدينة القدس ما بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية. فكمان بحيط أيضا في الباب العديد من المعالم الإسلامية، هي المحطة الأولى والثانية من محطة ضرب الألام، بالإضافة إلى دير رهبط صهيون، لو واحد من الأديرة اللي بعد عملية الحفر الحفر الأثري اللي صار فيها تم اكتشاف واحد من أهم الآبار المهمة جدا اللي كانت تزود مدينة القدس بالماء، بالإضافة إلى الطريق الرومانية والبلاط الروماني الأساسي والرئيسي اللي كانوا يمشوا عليه في الفترة الرومانية سكان مدينة القدس. لكل باب من أبواب المسجد الأقصى حكاية. انتظرونا في حلقة جديدة من القدس خلال شهر رمضان المبارك.